ونرجع لكم مرة ثانية في حلقة ثانية، وهي نكمل مدينة الشاطئ. مدينة الشاطئ يا مدينة الشاطئ، نشوف إن شاء الله بعد يشتغل على البورت واحد. أنا خليته بس مصوب واحد مشبوك، بس أتصور ما بيكون عنده مشاكل يشتغل. أنا بس ما بترين ستيشن، المشكلة الوحيدة أن أنا بنيت محطة أنا ما بها أصلا. أنا إنسان بنيت محطة ما بها. شكرا. لحظة، عندي مشكلة في ال نسوي هذا. بس ليش التول مالي ما يشتغل؟ شكله من التول هذا، مش من حد ثاني. بأنا شغال بهدم شي ثاني. انا كنت حاط اندر جراوند، كنت حاط اني اهدم اللي تحت الارض. ليش مش عارف، لكن بيوقف عنهم الكهرباء. لحظة، شوفوا هذا عود، هذا عود، هذا عود. اخ الله يسامحه. شو بسوي انا؟ نسوي سيد الحلول، اهدم وبني، بني شوي داخل. اوكي ممتاز، ما بيزعل من الشارع. اوكي، هو الصراحة مش اوكي، انا اتوقع انه مش اوكي. لا لحظة، خلنا نمشيها مرة على الحدود. لا مشني بعد، وهني ما نقدر صح؟ نهدم منو اللي ما نبغاهم. كله تمام، زاد منطقة البناء مالهم، زاد منطقة البناء. لازم نزيد شيء اصلا. ما نستوى عنا هذا بيستوي عنا كارغو. الحين الهدف من البداية انا انزل عدد الشاحنات، لان مو مسوي غير شارع واحد تحويلة واحدة للشارع العام. صدقوني انها بتستوي زحمة، صدقوني صدقوني راح يسوي زحمة. نعم انا اعتقد راح يسوي زحمة. زين، هذا شو يبه؟ خلك ما علم، مشكلة مش لازم كلهم متعلمين يعني ضربة، مش لازم. شعب متعلم، شعب فاهم، شعب فول اوبشن رقم واحد رقم اثنين. ارحموهم مساكين الشعب، اعطوهم وظايف. انا سبني بشكل معين الحين، وادعي انه يبني نفس ما انا ابا. ما اظن بيبنون هني، بس خلنا نشوف. ما اتوقع، خلنا نسوي مكاتب تحت ونحن سائرين. هل المكاتب هاي اللي بيستفيدون استفادة كبيرة من المكان اللي هم فيه؟ ما عندنا حاجة صناعية كبرى، بس بينفع يعني، مش انه بينفع، بينفع. طبعا الحين احاول اوصل الكهرباء وتبدأ منه.
لون المدينة أكثرها تحسونها فاضية، بس مش فاضية صدقوني، بس كون هذه عيادة، هذا مطافي، لحد إلى مدى معين راح يكفون، بعدين ما راح يكفون أنا متأكد. وهذه مدرسة ابتدائية، وهذه الثانوية اللي تصيحون عليها. زين، ونبغى تحت شو بعد؟ نبغى ملعب، أهم شيء الملاعب، في صد الملاعب. ها من الحين ميت؟ ما عشت شوية؟ ليش ميت انت؟ بس تي مات خلاص، مع السلامة. ما في اتفاق، ما في نوتس، ما في، ارحموهم شوي مساكين. شي محطة بساط الحين، تبون عمال؟ هاي بيوت قاعد تنبني، لا تتشكون عمال. شوفوا عندكم خطار شغال، خطار لحظة، هي نعم شغال، شوفوا محل الخطار شغال، فنان رقم واحد، رقم واحد انت يا صديقي. الحين في كل منطقة صناعية انا ابى اسوي قطار. هاي كيف كانوا يحصلون كهرباء اذا هذا اصلا كهرباء؟ ما من الصوب الثاني، اوكي ما عليه مشكلة. نعم من هالحقيقة. الحين في عندنا قطار يطوف من هني في منطقة صناعية ضخمة. اوكي شي قطار هني. يا زحمة الشاحنات على القطار هذا، يا زحمة الشاحنات. ايوه هذا اللي ما داني انا راويكم فيهم، هذا ما بغيته انا. بيتزاحمون بالطريقة هاي، وسوي لهم ون واي خلاص، سووا لي فيها ازمة. وانتو يلي في الوسط تقدرون، اللي ما يبي يروح هناك يقدر يروح هذا الطريق، اللي ما عنده شغل هني. بس ما بحد يرد، ما بحد يرد مهني، تسوي لي أزمة في حياتي. ما هذا والله، شوف 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 عشان تشوفوا كيف متزحمين الشاحنات. عم مش زحمة طبيعية. في عنا الصناعية مالنا أظني هاي كانت فيها خطر ولا ما فيها؟ يبارك خطر هني عقب. فانا بخفف زحمة الشاحنات اللي تسويها لنا. شو أعلم، هذا المدخل الجديد بعد يشكون من العمال. المناطق مش مشبوكة في بعض، فلازم يشكون من العمال، هاي مشكلة ثانية ترى. هاي اللي تحت بمد كهرباء بسهولة. الحين أبا وين طلعت هذا نبا هاربر مينا، خلنا نشوف هني. انسى زمانك طبعا، اكيد انسى زمانك اكيد. مينا نبا نعدل وضع الناس. مينا يتطلب له شارع، يتطلب له اظني ما يبين قصنا بعد. كم بتكون زحمة في المينا؟ الله يهداكم، ما في زحمة. هاد مو بس يقعدون رايحين رادين عليه، مسويين زحمة على الفاضي في الماي. شوفوا شوفوا التلوث، الماي لوين واصل؟ واصل لين هني، لأنه ماي. اوكي تلوث الماي لوين واصل؟ هذا بيجيب لنا ناس. هل هالمدينة لازم في وايد انواع مواصلات؟ لان راح تلعوز بدون مواصلات صراحة. وايد، المدينة بتكون ضخمة، الضخمة هذا طبعا راحوا لانه ما عندهم ناس.
اشوف اي وحدة هاي تقولون اوف. هلا يريدون يبنون، بيهدمون بيبنون الحين، ما عندهم شيء. بولوشن عندهم تلوث اكيد، يعني عندهم محطة طاقة نووية. بغير مكانها بعد شوي، ما عليه بغير مكانها، لا تزعلون. في شيء عندنا انا ما جربته والله صراحة، اللي هو هذا. اذا انا اسوي هذا الشيء، هني مثلا يكبر لي الارض صح؟ هل اقدر احط عليه مرسى؟ سؤال جميل صح؟ اقول لك ابو مكان مرتب مثلا شوي. ارتب المكان خلاص ما يضيع. مثلا لو وايد طويل شي ولا هذا هو. مثلا انا خايف على المدينة، مثلا انا ما اقول اني خايف على المدينة، اوريدي اكيوبايد. لو انا حطيت شي هو ما بيطيع، شو يسوي صحيح؟ هذا بالمدرة شارع عادي، مشكلة صديق الشارع، صديق الشارع نفر شارع واحد ممكن سوي ركب. شكرا جزاك الله خير، العوز انه من الصبح يا رجل، العوز انه ما بسوي ون واي. هذا ها ممكن نوصلها للبوينت، بس ما قاعد يجيبوا الناس، قاعد يجيبوا الناس. وهي بيجيب حمولات اللي اذا ما عنده ماي، ما عنده كهرباء، عنده ماي عنده كهرباء وعنده كل شيء، ها ما يحتاج شيء. قام يطلع من مكاتب لان حطيت ثانوية، ثانوية الحين يبالنا شو جامعة للمنطقة. جامعة اكيد فيها مكان، يعني شبه اكيد، على امل ممكن. لا مكان ممتاز بعد، ممتاز. حتى هاي ما بيوصل لهم جامعة، لانه كل حد يوصل لجامعة مصيبة. ما بنحصل بعدين ناس education مالهم خليل نقعد نعلم فيهم. تكون شوي معانا رحلة، معانا بتكون. ابا دكاكين هني بينهم بين الصناعية، اني راح اسوي صناعية هني وما بحول التلوث. هذا بعيد اظني، مرة طيبة ما بيحاول التلوث الان. الحين هم بروحهم يطلبون سكان، وانا شو قاعد اسوي؟ قاعد اسيد مناطق صناعية، يعني مضوي العيد من الاخر. بقولكم من الاخر، يعني من الاخر ما في، خلاص تنحت. يلا خلنا نشوف، تقولوا بس انا مش مدينة عجيبة بصراحة، ذمتكم مدينة حلوة والله، انا اشوفها حلوة الصراحة. بحط ملعب حق البقر هاي، حق الجماعة الطيبة هاي. هني مكان ممتاز، بس الملعب هذا ما يكفي الشعب كله ترى. مش كله ملاعب يلعبون كورة، يعني مش لازم يا اخي. نشوف هذا المفروض يكفيهم، يعني يتطورون جماعة شوي بدل ما انهم مثل عاوزين يتطورون شوي. عندنا موارد، عندنا كل شيء، موصولين بالشارع العام. بس انا مسوي هني كهرباء. يلا تعال ابا اشبكها في الشبكة الثانية عشان توزع كهرباء حتى اللي هني. المنطقة الثانية، يا شو قلت لكم عن الزحمة انا؟ شو قلت لكم عن الزحمة؟ شوف شو الزحمة بدت على المدينة، بدت الزحمة. فمن الحكمة اتصور اذا كان حكيم نسوي شارع اتجاه واحد، يعني بس ابغاهم يدخلون دايركت وين؟ الصناعية. ابغاهم يجون من داخل
على طول للصناعية. أظني هذا بيوفر لنا الزحمة هناك على الشارع العام. مش أظني، المفروض يوصل. نشوف شو والله الزحمة لوين واصلة. هاي اللعبة الزحمة مصيبة الصراحة، وهالشارع مش أفضل شارع. كان اختيار مش وايد. أيوة زحمة على الشارع العام الحين، زحمة على الشارع العام. بسوي هذا وين وي تجاه واحد وارتاح منهم وخلاص. شرطة يبون شرطة، هاي شفتوا مو شرطة اللي هداكم. مطافي كان على فكرة، بس اوكي. يبالنا مقابر، هي يبالنا مقابر. مقبرة هاي الأرض مالها راح تسوي ملايين بعدين. صبر يوم الناس تبدأ تبني هني وتنتقل، بأي حد يبي يشتريها بفلوس. أنا عارف 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 بتقول عارف. نبني بيوت ويتوصل لها كهربا، لا تحتشرون على الكهربا. هني الصف هذا بسوي كثافة عليه، ما بسوي كثافة منخفضة 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 منخفضة. أبغى أسوي شيء ثاني، بما إن مسوين إن إحنا الأرض بالطريقة هاي، أبغى أطلع هالشارع أمده لين البحر، ومن البحر يمشي هني وأمده جسر للصوب الثاني ومده للمنطقة هاي. بس بيكون طريق شوي، طريق طويل. بس سؤال ثاني، اذا يبنى الصغار الفيرز يقعدون يقعدون والله تشتي مكانهم، اروم احولهم على نهار كامل. ممتاز بيكون يصير، ممكن تحويلهم ما في مشاكل. بس زحمة استوتها، شوفوا كم سفينة رايحة كم سفينة رادة. في حركة تجارية حلوة هنا، المدينة عودة مو بصغيرة، السفن رايحة رادة. بس عندنا مشاكل في الشوارع وايد ترى، عندنا في الشوارع مشاكل وايد. البيوت، شركة تأمين، نكراند اند شوي بني هذا ليتل جيمي اند ما اعرف منو جيمي صغيرون يعني. سبرمنتال سيرفيس، خدمات تكميلية، موبايل ما اعرف منو قاموا يشتغلون. بس شوفوا منظر المدينة محلاه يوم يكون على دري. وطبعا هذا مش حلو، هذا مخرب دنيتي. ليش؟ كم عندنا سبني ناس؟ شوفوا كم سبني ناس. يقولوا له ما يكفي والله مشكلتكم الصراحة. انتو عندكم مشكلة مع التوظيف، رجعوا رواتبكم. يمكن ما تعطونهم رواتب، يمكن ظالمينهم، ما تعطونهم اكل. ترى ما تقول لي على طول ما عندنا هذا. يا الزحمة، يا الزحمة. شوفوا الزحمة اللي طالع مهني، شاحنات زحمة، المينا زحمة. زين المدينة هاي على اساس انها حلوة، لكن احس انها عشوائية شوي. خلي ما احس عشوائية والله. ابو دكاكين انتو دكاكين عندكم، تبون شرطة طبعا، ما بحد يسرقكم. انا انتو عندكم فلوس، مطافي وشرطة ابا عندكم تعليم. مش لازم كل حد عنده تعليم، مشكلة. محطة باصات ابا، الحين بحتاج محطة باصات. محطة الباصات راح تكون مكان عند الازعاج حق الناس المزعجة. طبعا ما بطرش باص من مدينة لمدينة، انا ما بطرش شغلانة. تعال طرش باص من مدينة لمدينة لما اعرف شو. لا 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 لا، ما
مو بسوي الشغلة هاي أنا. هاي هاي بتستوي محلات، ما عليكم مو مشكلة، لأن هي شوي شغلانة. أوكي أنا نزلت مود يخلي كل شيء ملون، الحين بدأ يحط ألوان، يغير اللون من مكان لمكان أحسن أساس أعرف الخط هذا ولا المجرى وين رايح. أنا أحس إني على عماها، كل ما يحتاجون شوي بزيدهم. لحظة بشوف الدكاكين لمتى بتسد، يعني الدكاكين الصغيرة هني بتكون الحين. المناطق ما بتنبني يعني نووي، بس خلنا نشوف يمكن حد بيمتد وياخذ الأرض. مدينة الشاطئ هاي راح تكون شديد. يا الله يا الرعد، يا انا رعد يا انا رعد. شو وضع الزبايل عندكم؟ اوكي نبا شير. خلي مكانكم في شير شوي. طبعا طبعا شير مطلوب. انت شو تبه؟ ترى والله باني مسوي، مسوين مسوين، صدقني صدقني ان مسوين المدينة هاي اللي راح تطلع روحي الصراحة. وايد يتطلبون، وايد يتشرطون، لان فيه وايد هاي ليفل ماس. حلو هاي الدقاكين الصغيرة حلوة عند عند المينا صراحة، حلوة هي. انا هاي الشارع بغيره كامل كامل كامل، ما ينفع الشوارع بالطريقة هاي على مينا مش اوكي ابدا، مو بشي. الشوارع مشروع فاشل. شو بنسوي؟ انا بخبركم، انا بخبركم نسوي شارع تو واي. اوكي ممدود من هني لين امتداد مستقبلي، نفرض ممتد لين هذا المكان هذا. اوكي ويكون تحته شارع ثاني ولا ما يبغى التعقيد هذا كله. لحظة اوكي الارض مش ذاك الزود، الارض تعبانة، الارض تعبانة شوي. فا اوكي سوي شارع ون واي، بس من هالصوب لهالصوب، من اي صوب، من هني لين هني ون واي، والطلعة ون واي هني. ها طلعته نفس ما هو. الحين تعال شوف شو عنده كرايم ريتز هاي. وين الشرطة؟ الشرطة في خدمة الشعب، هذا خدمكم الشرطة. ها لا تزعلون، بحطي واحد ثاني مال كارغو بشوف. اللحظة الكهرباء ليش متعب عمري؟ خلنا نهدم هذا الخط كامل. خلنا نهدم الخط كامل. تبون عيادة بعد هني؟ بنوفر لكم. تبون بس كله قاعد يرفع الكوست مالي، وايد وايد قاعد يرفع التكلفة. هاي آخر مدرسة، هاي نصل مدخول مالي نقص صراحة ما زاد، بس الحين أحسن من الأول.
ولا ما سويت خير انا؟ خلنا نوسع الشارع. لا 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 تهورت انا. خلنا نكبر الشارع شوي، ان الشارع مسوي ازمة في حياة الجمهور. هو المشكلة، والله مش مشكلة، هاي مصيبة. هني ما عندنا زحمة، عن الناس ما في زحمة، زحمة كلها من الكارغو. كنت ناوي احط كارغو ثاني، بس مصيبة لو حطيت كارغو ثاني. لا مصيبة اذا حطيت كارغو ثاني، مصيبة بتوهق، ما بتوقف الزحمة. اذا بحط كارغو ثاني لازم احطيه مكان بعيد، مكان بعيد جدا. شوف الكارغو الحين، الحين الشحنة اللي عقبها وصلت، وهاي اللي بعد ما خلصوا الزحمة. ف سوري، فالزحمة ما خلصت، هاي مصيبة هاي. لازم تسوي بطريقة. شوفوا شوفوا الزحمة اللي هني، فرق الزحمة اللي هني والزحمة اللي هني. فرضا اوكي، صبر، بهدم هذا بهدم هذا بهدم هذا. اوكي، فرض اني بحطي هذا هني شارع رئيسي. زين، خلي هذا تو واي، تو ستيب كانت. زين بمسحك الحين، ببني واحد مثلا مكانك بعيد، ابا الزحمة تخلص بسرعة. يعني اللي يطلع ياخذ درب لين يوصل الاشارة، وعقب شو ما يسوي زحمة هني. اوكي، وقفوا هني زحمة لان الاشارة تفتح، بس لان فيها خمس منافذ الاشارة، الخمس منافذ اظني مخرب الموضوع كامل. موضوع الخمس منافذ مخرب الاشارة. باندنت. زين، يقول تعليم ناقص. شوفوا الحين ما يوقفون هني، بس عندي مشكلة انا في التقاطع هذا، كتقاطع اصلا عندي مشكلة في التقاطع، كتقاطع. انا ممكن، خلنا نجرب، اذا بجيب شارع ون واي هذا تقاطع فاضي. حلو، اوكي، شارع ستريت. زين، تو ستيب. زين لحظة، اجين وان واي رود، اوكي. شوفوا هني اذا سويت الشارع، حاولت اني بعد سلوب تستيب صعب صح؟ هل مشكلة الشارع بسهولة صعب، لازم نحل مشكلة الشارع هذا. ما ابغى نفس الشارع، انا ما ابغى نفس الشارع خلاص. خلاص يا سيدي، لحظة، خلاص يا سيدي، عن يمكن التصميم الزايد. شوفوا صح انه معوق معوق، لكن اوكي بمشي هذا التقاطع. خل هاي اللي بيجي عندنا الحين ون واي،
اوكي ينزل لهالمكان هذا من وين؟ في الشارع هذا مش ون واي. لا سوري لازم ون واي لازم، لان بيتمون يزاحمون، انا ما باهم يزاحمون. الحين طلعناه من تقاطع هاي الزحمة خفت، كل هاي على زحمة، كل هاي على زحمة. كرايم ريت از تو هاي. في مركز شرطة ترى ورا بيتكم على فكرة، هني مركز شرطة قريب. انا كنزين عندي رأي، بما ان هني نسبة الجرائم عالية ما بحاول احلها بمركز شرطة، لا بس خلاص طلعوا من المكان ما تبونه. زين الحين شو وضع الشارع؟ اظني جميل، اظني جميل. لحظة صبر، بنحط لنا مجموعة بيوت، نبغى شوي وركرز. اوكي نبغى شوي عمال، شوي موظفين، شوي شو اسمه، شوي للمكاتب، شوي لنفسينا، شوي لهم. زين وانا الشوارع داخلية، شوارع داخلية، شوارع داخلية. اوكي واحد اثنين ثلاث، اكيد لازم حديقة، بدون حديقة الوضع ما يمشي. شوف الجماعة زعلانين، خلهم يروحوا من الحديقة. اوكي استانسوا شوي. شوف الشارع، والله والله ان الشارع لكم عليه الصراحة، بس هذا افضل حل حصلت انا حق هذا ابو الزحمة هذا. بس هايل، اوكي هايل احسن الحين وايد، مو وايد وايد يعني، بس انه احسن. ممكن اسوي طريق افضل بعد، ممكن اكسر هذا زين بدون ما يوقف الشارع. شوفوا خلنا نكسر قطعة من هني. بعد هاي افضل بتكون، ردوا على الشارع. اوكي شوف هاي افضل بدون اشارة، لغينا الاشارة، ما بقى اشارة هني. حق شو بقى اشارة؟ قولوا لي، ما يوصل لهم اي شيء من الخدمات ولا شيء. ان شاء الله ما واجه مشكلة مع الموضوع هذا، انه ما يوصلهم خدمات ان شاء الله، بس نقول ان شاء الله ما واجه مشكلة معهم. سفينة توقف في سفينة من الزحمة، من متطلبات المدينة. لا هذا الشغل كله حق المينا شوي ما يريح منه. في عندي بيوت اشوف ما عندها ماي وطلعوا. لازم نحل مشكلة الماي معي انا، انا دايما ما احطي ماي، لازم نحطي ماي الصراحة. الوضع كي ما يمشي لا، بس شوي احسن من الميناء اللي اول مرة سويناه بصراحة. هي شكل اوكي زين، بنبني عماير اخر المدينة، بنفترض ان في ناس اشتروا الاراضي ببيوت من الناس، بنفترض يعني افتراضية. بنزيد شوي دكاكين، حطينا لهم حديقة خلهم يكدونها. بنحط دكاكين هاي بالنسبة للحلقة هاي، والمدينة هاي شوي بتطول، بنحاول نحط فيها خدمات أكثر، وبني بمترو، بني بمطار. أيوة قلت مطار، بني بلهم مطار يمكن في زاوية المدينة الصوب الثاني، يوم بسوي صناعية الصوب الثاني بعد بسير لقطار ثاني، لأن أظني القطار مشروع ناجح. وهالشارع هذا لازم بحل مشكلته أكيد، لازم نحل مشكلة هالشارع هذا. ما أعرف كيف بحله لكن بنحله. هقع على المدينة هاي فترة لأن طلع منها أكبر عدد سكان، بس والله شكلها جميل الصراحة. نشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله، وخلكم متابعين، ودقوا لايك وسبسكرايب عشان تطالعون السلسلة كاملة إن شاء الله.
واشوفكم فيما بعد في الحلقة القادمة.